ايوه جايبه لك كوبايه ليمون بهنا والشفا. متشكر. الو، منزل الاستاذ عزت سامي المؤلف. الاستاذ عزت اللي بيتكلم. انا مدحت سالم. الله يبارك فيك يا استاذ عزت. انا عايزك تجي دلوقتي حالا، بس لما تيجي بسرعه وحياتك. متشكر، مع السلامه. هذاك القرف فيك وفي عربيتك اللي عامله زي صفيحة الزبالة. زبالة؟ لا تستني. سامعة ما تجيبليش كلام، استني بقولك. والله لو خدتك من زمارة رقبتك هربطك من زمارة رقبتك في الشجرة دي. تعالي في الشجرة دي. ما